الله ربي واحد وأنا بذلك آسف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الذكريات الجميلة هي ما يبث الأمل في النفوس، ففي أوقات الأزمات والملمات لا يبقى للإنسان المحبط إلا ماض جميل يتكئ عليه، يتحسر على مضيه اليائس المسكين، ويشرب من ينبوعه من يؤمن بأن النصر ما يكون إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. في مثل هذه الأيام التقت فئتان، فئة مؤمنة بالله ورسوله تنصر الإسلام وتعادي أعداءه، وفئة كافرة خرجت من ديارها بطراً ورئاء الناس تنصر الشرك وتعادي الإسلام وأولياءه. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي أن يأخذ قافلة قريش قوامها 1000 بعير محملة بالغالي والنفيس، وليس معها إلا 40 مشركا. فقال عليه الصلاة والسلام يستحث أصحابه أن ينفروا إليها: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 300 مقاتل و10 رجل مسلحين بالسيوف والأسلحة الفردية فقط، معهم 70 ناقة. ما كانوا يظنون أنهم يلاقوا جيشاً. ففطن أبو سفيان والذي كان مع القافلة إلى خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث يستنجد بقريش، وكان إذ ذاك مشركاً، وحاد بالقافلة تجاه الساحل. فخرجت قريش بفخرها وعزها وجبروتها، قد أعلنوا التعبئة العامة بما يزيد على 1000 من صناديد قريش. خرجت معهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، ليجعلوا هزيمتهم عبرة للعرب أجمعين.
وعندما سمع المؤمنون بخروج الجيش كره بعضهم مواصلة الخروج بعد أن فاتتهم القافلة، لا كرهًا في الموت والقتال، ولكن لعدم تفطنهم للحكمة في ملاقاة عدو غاشم بغتة وبلا استعداد كاف، كما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون. ولكنهم ما لبثوا أن ساروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد زال ترددهم، كيف لا وكلهم مؤمن وليس فيهم منافق، كيف لا وهم خير أهل الأرض، كما أن الملائكة التي قاتلوا يوم بدر هم خير أهل السماء. عسكر فريق المؤمنين ليلة الجمعة ببدر ومشاعر الرهبة تعتري الجميع، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواثق بنصر الله عز وجل، ومع ذلك ومع تلك الرهبة وذاك الخوف ناموا جميعا وما نام النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اطمأنت نفوس المؤمنين بهذا النعاس وغمرت الثقة قلوبهم. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذهب إلى عريشه حيث كان يحتفظ فيه بأعظم الأسلحة، كان يحتفظ بسهام الليل التي لا تخطئ أبداً، أخذ يكثر من التضرع والابتهال إلى الله عز وجل قائلاً: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني. يرفع يديه ويبالغ في رفعها حتى سقط الرداء عن كتفيه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخفف عنه قائلاً: يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه. وهذا الحال عندما يدعو العبد ربه مخلصاً من قلبه، استجاب له وأمده بألف من الملائكة، وهكذا التقى الجمعان، كما قال عز من قائل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فأنتم بجانب الوادي من ناحية المدينة وهم بالجانب الأبعد من ناحية مكة، والركب أي القافلة أسفل منكم أي بناحية الساحل مع أبي سفيان. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم، وذلك ليتشجع المؤمنون وليربط الله على قلوبهم وليستهين المشركون بعدد المؤمنين القليل. ولكن لما التقى الجمعان كثر الله أعداد المؤمنين في أعين الكافرين، كما قال سبحانه: يرونهم مثليهم رأي العين. فلما اصطف الفريقان للقتال حثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلهم على الغاية المرجوة من حياتهم على هذه الأرض. فالمسلم لا يعيش ليأكل ولا ليشرب ولا ليتمتع، إنما هذه وسائل وغايته الجنة. حثهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: بخ بخ. قال عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على قولي بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه أو من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر فقاتل في سبيل الله حتى قتل، رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، معركة بدر كانت فرقانا، كانت بين الإسلام والكفر، كانت بين الإيمان والعقيدة، وبين الخذلان والجحود. إن من أبرز سمات معركة بدر أنه تلاشت فيها العصبيات والقبليات وعبية الجاهلية، فلم يكن المسلمون ينتصرون لقبيلة أو للون أو لجنسية أو لبلد، بل كانوا ينصرون الإسلام وأهله ويجاهدون المشركين وأعوانهم أعداء الله، ولذلك نصرهم الله عز وجل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا هو حال المسلم في كل مكان وزمان، ينصر إخوانه المسلمين ولو اختلفت ألوانهم وألسنتهم، لأنه بذلك ينصر الملة والعقيدة والدين. ولاء المسلم لا يكون لبلد ولا لأرض ولا لعرق ولا للون ولا للغة، إنما ولاؤه الأول والأخير لدين الله عز وجل. يوم بدر قاتل الأخ أخاه والأب ابنه، إذ لا مجال للمساومات، لأن العقيدة لا تقبل المساومات ولا التنازلات. ومن سمات معركة بدر البارزة أنه مع الأمر من الله عز وجل بإعداد العدة والعدد والعتاد، فإن الذي انتصر يوم بدر هو الإيمان، هو التوكل على الله عز وجل، هو الإخلاص للقضية، لا قضية أرض أو لون أو بلد، إنما هي قضية رفع راية الإسلام. إن تنصروا الله ينصركم. لم تنتصر الكثرة، إنما انتصر الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم إن من سمات معركة بدر البارزة دور الشباب فيها وفي كل معركة. جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، كل منهما يسأله على حدة وفي خفية عن صاحبه، فيقول: يا عم، أخبرت أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا عم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن رضي الله عنه: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما
فضرباه حتى قتله. والوقت لا يتسع، ولكن الإسلام مليء بصور كثيرة مثل هذه في دور الشباب في نصرة هذا الدين، بل إن آخر الشهداء الذي يمكن الدجال من قتله شاب من خير أهل الأرض يخرج من المدينة، نورها الله عز وجل وعلى ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، فيلقى الدجال فيقتله الدجال ثم يعيده إلى الحياة وهو مصر على أنه هذا هو الدجال الكذاب وأنه لن يسلط على أحد بعده. دور الشباب له مكانة في الإسلام، ولكن أين أبناؤنا وشبابنا من نصرة هذا الدين؟ لو أحب شبابنا الله عز وجل حباً حقيقياً ولو رغبوا في الجنة لما كان حالهم كما نرى اليوم، لما فرطوا في صلاة المسجد ولا في صلاة التراويح وقيام الليل. فمن أراد الجنة ولم يكن في بيت من بيوت الله وقت القيام فقد أخطأ طريقها. لو كانوا يحبون الله لما وجدناهم والناس يصلون يتسكعون في الأسواق والشوارع بلا هدف ولا مأوى، أو أمام شاشات التلفاز التي أفسدت القلوب والعقول. ولما رأيناهم متشبهين بأعداء الله في لبسهم وعاداتهم وأشكالهم، فاتقوا الله عباد الله، كونوا أولياء الله ولا تكونوا أولياء الشيطان، راجعوا دينكم وانصروا الله عز وجل ينصركم. عباد الله، حدثوا أنفسكم بالجهاد وسلوا الله الشهادة في سبيله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. إياكم أن تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اللهم يا من نصرت النبي محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ونصرت أصحابه وهم قلة، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا، واجعلنا مع الشهداء والصادقين يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة من قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. اللهم إنا نسألك نصرا كيوم بدر، اللهم إنا نسألك نصرا كيوم بدر. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم وأقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد. اللهم واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في ختام هذا الشهر من المقبولين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.